استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية قداسة البابا طوادروس الثاني باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، وبحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، حيث جرى استعراض سبل تعزيز زيارة الأقباط إلى الأردن وأماكن الحج المسيحي، خصوصا المغطس الذي يحظى بمكانة دينية رفيعة لدى جميع أبناء الكنائس المسيحية. كما التقى قداسته خلال زيارته بسعادة سفير جمهورية مصر العربية في الأردن طارق عادل. الحقيقة يعني أنا تشرفت اليوم بحضور قداسة البابا إلى دار سكن السفير المصري في عمان، وأنا كنت في طليعة مستقبلي أول أمس، وأنا كنت وصلت عمان قبلي بساعتين، وانتظرت في المطار لحتى أكون في طليعة مستقبلي قداسة البابا. طبعا أهمية الزيارة، يعني قداسة البابا طوادروس الثاني لما يزور أي بلد دي في حد ذاتها حدث مهم. بالنسبة للأردن دي أول زيارة يقوم بها قداسة البابا للأردن. وفي مقابلة حصرية لقناة نورسات الأردن تحدث قداسة البابا عن مستقبل وحدة الكنيسة وموقف الكنيسة الأرثوذكسية من الدستور الجديد المعني بترميم وبناء الكنائس في مصر وعلامات الأمل في العالم الذي تملأه الصراعات، حيث قال: في الأيام الأخيرة من خلال مجلس النواب البرلمان المصري تمت الموافقة على مشروع قانون بناء تنظيم بناء وترميم الكنائس. يعتبر خطوة جديدة جدا في المجتمع. ويعتبر أمر جيد إن صار أمر بلا قانون صار له قانون. والقانون يعني الحق، والحق يعني إن أنا ممكن ألجأ وأخده من خلال القضاء. فصارت الأمور دهيت أمور من أجل جعل المجتمع المصري أكثر استقراراً. حضرتك لما تزوري مصر إن شاء الله تشوفي مسلة مصرية، نعم، وتشوفي منارة مسيحية، وتشوفي مئذنة إسلامية. نعم، هذا التنوع الغني، هذا التنوع. مصر هي التي علمت العالم فن الأعمدة. نعم، المسلة دي عمود، مسلة عمود، نعم، عمود فرعوني تحول في المسيحية إلى منارة. نعم، وتحول في الإسلام إلى مئذنة. نعم، ومصر بقت التلاتة بيتعانقوا معاً موجودين. ولدى وصول قداسته إلى كنيسة الأقباط في عمان استقبل بهتافات أبناء الجالية القبطية في الأردن بحضور غبطة البطريرك فؤاد طوال والأساقفة والأباء الكهنة من الكنيسة القبطية والكنائس الرسولية والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. وانسي شعبك وبيت أبيك. وترأس قداسته القداس الإلهي الأخير في ختام السنة الطقسية القبطية بمعاونة لفيف من الأساقفة والكهنة الأقباط، حيث تطرق في عظته لمفهوم الأمانة لله في كافة جوانب الحياة البشرية، والأمانة في العقل والفكر والقلب والعواطف، وفي اليد الممدودة للخير والبر والإحسان. أمانتك في عقلك تعني أن يكون فكرك وعقلك كله نقياً. تفكر دايماً في الأمور الإيجابية. في واحد بعقله الوحش عينيه تشوف وحش، وفي واحد بعقله الوحش فمه لسانه يتكلم وحش، وفي واحد بعقله الوحش يتخيل أمور وحشة ويقول لك فلان ده سوداوي الفكر، أفكاره سودة، أفكاره كلها وحشة. في واحد تيجي تتكلم وياه يحبطك، تتكلم وياه يكسر مقاديفك، وفي واحد تتكلم وياه تحس ان كلامه يشجعك ويفتح قدامك ابواب الامل ويكون امين في كل كلمه. في واحد لما بافكاره ولسانه الكلمه اللي يقولها يكون ملتزم بيها وكانها عقد مكتوب، وفي واحد بيقول أي كلام، وخطايا اللسان وخطايا الكلام وخطايا الفكر لا تنتهي.
إذن يا إخوتي الأحباء، أن يكون عقلك نقيا وفكرك نقيا. يقول الكتاب المقدس: مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. ويقول في موضع آخر: عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. خلي فكرك فكر نقي، والفكر النقي يأتي كثيرا من القراءات النقية، وعلى رأسها قراءة الكتاب المقدس. وخلال زيارتي لمحافظة مادبة، توج قداسة البابا توادروس يومه الثاني بافتتاح دير القديس أنطونيوس التابع للأقباط. كما زار جبل نيبو، حيث كان في الاستقبال الأب الفرنسيسكاني فيرغس كلارك رئيس دير جبل نيبو، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، حيث استمع قداسته إلى شرح حول أهمية الموقع التاريخي والديني كأحد مواقع الحج المسيحي. كما قام قداسته بجولة إلى موقع المغطس، حيث استقبله هناك سمو الأمير غازي بن محمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، واستمع قداسته من مسؤولي الموقع حول أهمية المكان وآلية العمل للحفاظ على الأثار التاريخية والمعالم الحضارية فيه، لا سيما بعد إدراج موقع المغطس على قائمة التراث العالمي والحج المسيحي بعد زيارات بابوات الفاتيكان المتعاقبة إلى المملكة. لك شيء جميل خالص ان يكون شيء بهذه الاثر القديم جدا ومحتفظ ومكتشف ومعروف، ناس تجيله من كل مكان. بنشجع كل حد انه يجي وياخد بركه الاماكن المقدسه دهيت، والتذكارات الطيبه والتاريخ اللي حضرتك بتحكيه تاريخ رائع يعني. ثم تجول قداسته بعد ذلك بين الكنائس المقدسة، مرورا بتل مارلياس قرب موقع المعمودية والكنيسة القبطية، ومن ثم الكنيسة الأرثوذكسية الواقعة على المطل القديم لنهر الأردن، مرورا بكنيسة اللاتين على المطل الجديد للنهر المقدس. وفي لفتة هاشمية كريمة، قدم سمو الأمير غازي بن محمد مكرمة ملكية وهي 5 دونمات من أجل التوسعة لمنفعة الكنيسة القبطية في المغطس، حيث ثمن البابا هذه اللفتة الكريمة، ثم تبادل قداسته مع سموه الهدايا التذكارية.